السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي الله تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال. كتعاودوا مزيان، امور هانية الحمد لله يا ربي. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. جيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال التفاح، ودابا بسم الله على بركه الله يلا والمقادير. قبل ما ندوز معكم المقادير كنشكر المتبعين ديالنا القدام والجداد اللي جاوا من عند آية وسفيان، كنقول لكم شكرا لكم بزاف على خطيكم، معكم عزاز وغاليين. وشكرا بزاف لخويا سفيان واختي ايه، الله يجازيكم بخير لهلا خطيكم، وشكرا بزاف. بسم الله على بركه الله، غنحتاج هنايا عندي 4 البيضات، كاس ديال الزيت عامر، كاس ونص ديال سنيده، كاس ديال الحليب، واحد دانون، جوج خمارات الفاني، ثلاثه ديال ثلاثه حمر، لدينا واحد جوج تفاحه ونص مقطعه، وتفاحه محكوكه. يلا دابا بسم الله على بركه الله غنبداو. دابا بسم الله غنبدا ندير هاد 4 البيضات. بسم الله بعد ما درت 4 البيضات غادي نزيد سنيده، نزيد كاسونس ديال السنيده كما كتشوفوا، غادي نخلطو مزيان وعاد نزيد البيض والحليب. نخلط مزيان هاد السنيده والبيض مزيان، نخلطها غير بالخلاط اليدوي اللي عنده ديرو في الخلاط ولا بعد ما خلطت البيض والسنيده مزيان غادي نزيد الزيت كما كتشوفوا معايا بحال هكا. غادي نزيد الحليب، كاس ديال الحليب، غادي نزيد جوج ديال الفاني، نخلطهم تاهم مزيان. من بعد ما خلطت كلشي مزيان دابا غنزيد ضن ديال الفاني، نخلطو حتى هو مزيان. صافي خوتي دابا غنبقى نزيد الطحين، الطحين على حسب الخليط، عيني ميزاني، يعني هاد الكيكه ديال التفاح كتكون قاصحه شويه ثقيله ماشي خفيفه. ونزيد ثلاثه د الخمارات، نزيد شويه ديال الطحين، دابا خوتي الخليط بحال هكذا. صافي دابا خلطت كلشي، غادي نزيد التفاحه اللي محكوكه، صافي نخلط مزيان. الصراحه بلا الكيكه كتعجبني انا، كتجي فيها داك المذاق ديال التفاح، كتجي واعره. نتمنى من الله يا ربي تعجبكم وتجربوها وتقبلوا عليا. صافي اخوتي دابا غادي ندوز نجيب المول ديالي نخوي فيها.
دابا صافي اخوتي خوتي اللي وصل حتى لهنا يبارطاجي مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوناش من اللي لايك وشكرا لكم بزاف. بعد ما خلطت كل شيء دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق حيت غندير جوج حيت راني ضاعفت المقادير، درت 4 د البيضات الا بغيتو نتوما ديروا غير جوج بيضات. دابا بسم الله غادي نخوي نص هنا ونص لي كما كتشوفوا معايا هكا. بسم الله هانتوما صافي خوتي. بعد ما خويتو غادي ندوزو نزوقو بالتفاح بحال هكا. صافي الخوت انا دابا ساليت بحال هكا كتجي، غادي ندوز الصوب حتى هي حتى هذه الثانيه. صافي خوتي دابا انا ساليت غادي ندير درت واحد المعلقه ديال السنيده واحد الفاني غادي نديرهم بحال هكا باش كتجي معسله من الفوق ومحمره. صافي اخوتي دابا هذا هو الشكل النهائي ديالي كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، انا بعدا كتعجبني. غادي ندخلها للفرن ان شاء الله حتى طيب ونخليكم حتى تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش جات. نتمنى من الله يا ربي تقبلوا عليا وما تنساونيش. صافي اخوتي من بعد ما طابت الكيكه ديالنا بجوج كتشوفوها انت كما كتشوفوا صراحه الله جات زوينه. غادي ندهنا غير بالكونفيتير باش كتبقى تعطي داك اللمعه وصافي. كنتمنى من الله يا ربي تعجبكم، حتى تخليو لي في الكومونتير كي جاتكم. انا ما عنديش داك الكونفيتير الجاري متوفر عندي غير هذا ماشي مشكل قضيه باش ماكل. شويه فادي صافي كنتمنى من الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، وما تنساوناش من اللايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم تهلاو فراسكم راكم عزاز وغاليين وشكرا بزاف.